يقول أخونا في سؤال آخر: إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض، هل يصلي أم أن الصلاة تسقط عنه؟ الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، هل يصلي، ولكن يتوضأ لكل صلاة. إذا أصابه السلس المستمر وهو البول المستمر الرطوبة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة اللي معها الدم الدائم، توضأ لكل صلاة وتصلي ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلس الصلاة، ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إلى إذا شق عليهما الأمر. ما شاء الله. لكن الرجل ينبغي له لا يجمع حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا جمعت الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحملة أن تجمع. ما شاء الله. فالحاصل أن صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ بشيء من فرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى ملابس. نعم. ويتوضأ لكل صلاة والحمد لله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا شعر بشيء أثناء الصلاة لا يضر، ولو خرج لا يضر، لا يضر، لا يضر المرأة ولا الرجل. بارك الله. المستحاضة هو صاحب السلس، لا يضرهما ما خرج في الوقت. بارك ولو في الصلاة. ولو في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم.